مساء الخير. الموبايل أبليكيشن اللي قدامنا خاصة بالمدارس والنوادي. اللي بيستعمل الأبليكيشن دي هي نوعين من الناس. النوع الأول هو الأدمينستريتور هو الشخص اللي بيعرض منتجاته في الأبليكيشن دي. كل شخص عنده محل أو مجموعة منتجات بيبقى له صفحة خاصة بيه على الأبليكيشن وبيعرض فيها منتجاته. بالنسبة للمدارس فهي ممكن تعمل صفحة للمانيوز بتاعت الكافتيريا، وممكن تعمل صفحة لليونيفورم، وممكن مثلاً تعمل صفحة تانية للأدوات المدرسية. بالنسبة للنوادي، كل محل في النادي بيعرض المنتجات بتاعته على صفحته الخاصة بيه. النوع التاني من اليوزرز، من الناس اللي بيستعملوا الابليكيشن، هم اليوزرز. اليوزر هو كل شخص عايز يشتري منتج من المنتجات دي. اليوزر بيكون معاه زي ما احنا شايفين في الشاشة الصغيرة، اما اسورة بيلبسها او حاجة زي الكارت، او اللي هو زي الكارنيه مثلا بتاع النادي، او حاجة زي سلسلة المفاتيح. الحاجات دي هي بيتخزن فيها كل البيانات الخاصة باليوزر، بحيث ان هو مش هيكون مطلوب منه ان هو لو حب يعمل والت زي ما هنشوف، مش مطلوب منه ان هو يكون بيشيل فلوس او بيشيل الكارنيه، لان كل بياناته متخزنة في الجهاز اللي هو بيستخدمه. أول ما اليوزر بيفتح الابليكيشن بيشوف الصفحة اللي قدام الموبايل، بيفتح يا إما الكاميرا يا إما أي فايل هو عايزه، وبيختار منه الصورة اللي هو عايزها، أو بيختار أو بيصور نفسه. طب هو هنا اختار صورة، بعد كده بياخد الكارت بتاعه وبيروح ممرره قدام الجهاز. زي ما شفنا أول ما تمرر رقم الكارت بتاعه اتحط اوتوماتيكلي على الشاشة. بعد كده الشخص ده هو مثلا بيدخل بعض البيانات الخاصة بيه زي اللي احنا شايفينه كده، وبعدين طريقة الدفع. هو عنده 3 طرق للدفع: طريقة الوالت والكاش اون ديليفري والنون. الكاش اون ديليفري معناه ان هو لما هيشتري منتج هيدفع الفلوس لما المنتج يوصله. النون معناه ان هو ممكن يكون مش هيتعامل مع الشراء والبيع. فيعني مثلا في المدرسة الطالب بيجيب الساندويتشات بتاعته من البيت فمش بيشتري حاجة، او في النادي شخص بيدخل بالاكل بتاعه ومش بيشتري حاجة. طب ايه فايدة الابليكيشن في الحالة دي؟ هي زي ما هنشوف ان الاسوره اللي معاه او الكارت اللي معاه او سلسله المفاتيح اللي معاه، مجرد ما بيعدي قدام الجهاز اللي قدامنا دهوت فهي بتأيد دخوله وخروجه. في المدارس هتنفع قوي، لان لو جهاز دهوت محطوط على باب كل فصل، فبدل ما المدرس ياخد الاتندنس بتاعت الستودنتس ويضيع وقت من وقت الحصة، الطالب مجرد ما بيعتب من قدام باب الفصل بيتأيد على طول ان هو دخل او خرج من الفصل في الساعة الفلانية، فبيبقى معروف طبعا حركة الطلبة، وطبعا برضو في دخول وخروج النادي، في الوجود قدام الكافيتيريا في المدرسة او في المطاعم في النادي، فبيبقى معروف حركة الشخص ده هو. بالنسبة للوالت، وده اللي احنا هنبينه، الشخص هنا بيخزن فلوسه في النادي أو في المدرسة، ولما بيشتري حاجة تمن الحاجة دي بيتخصم من الفلوس. يعني الشخص بيروح مكان بيدفع فيه مبلغ من المال حسب اختياره هو، ما فيش أي قيد على قيمة المبلغ ده، وبعدين لما بيشتري حاجة تمن الحاجة بيتخصم. وده بيبقى مفيد جدا، لأن في المدارس الأهل بيقدروا يعرفوا ولادهم بيصرفوا الفلوس فين، طبعا في المدارس وفي النوادي. في المدارس طبعا ممنوع ان الطالب يكون معاه موبايل، فاللي هيعمله ان هو من بالليل هيختار المانيو بتاعت الاكل اللي هو طالبها، وده هيبقى لو الاهل حبوا يشرفوا على الموضوع ده، فالاهل هيبقوا عارفين ابنهم بياكل ايه. وبعدين هيروح تاني يوم هتكون الوجبة جاهزة، فمش هيبقى فيه تزاحم على المكان بتاع
الأكل، ومش هيبقى فيه تردد من الطالب هختار إيه ومش هختار إيه، ومجرد ما هو هيعدي بالإسويرة بتاعته قدام الجهاز هيستلم الوجبة بتاعته. فدي هي هتوفر وقت كتير وهتوفر تزاحم كتير. بعد كده هو هيكمل بقية البيانات اللي هو مثلاً بيدخلها هنا علشان يعمل الساين اب، وبعدين هيسيف الكلام ده هو، وهيدخل على المنيو نفسها. هو هنا دخل باسم عمرو عشان احنا دخلنا صورة عمرو. ادي كده هيدخل على الصفحة الخاصة بيه. طيب الشخص دلوقتي عايز يشتري حاجة، فهو عنده حرية الاختيار. بمعنى ايه؟ ان هو دلوقتي المنتجات كلها معروضة قدامه على اختلافها. طب لو هو مثلا عايز يختار اكل بس، فهيدوس هنا على select category، هيختار الفود، هيظهر له المحلات اللي بتبيع الاكل، في محل اسمه delicious food وفي محل اسمه اكلة طعمة. لو هو اختار مثلا اكلة طعمة، فهيظهر له بس المنيو بتاعت اكلة طعمة. هيختار اللي هو عايزه، مثلا هنا هيختار الليمون لايم ده هو، اوكي الكارت زاد بواحد. هيجي هنا هو هيعمل edit. ليه الادت؟ علشان لو هو مش عايز الكوانتيتي تكون 1، عايز مثلا ياخد كوانتيتي 2، فهيدوس هنا هو ياكد الكوانتيتي، وبعدين هيسلكت اللوكيشن. لو هو في المدرسة مش هيحتاج يسلكت لوكيشن، لأن هو اللي هيروح ياخد المنتج الأكل بنفسه. لكن لو هو في النادي فهو عنده أوبشن إن هو يا إما هيختار لوكيشن من اللوكيشنز اللي موجودة، أو إن هو هيحط هيز أون لوكيشن. بمعنى إن هو هيحط مثلا الصفات بتاعت اللوكيشن بتاعه، وبعدين هيروح مختار هنا هو صورة، أو هيصور نفسه برضو زي ما هو عايز. يعني هو عنده الحرية إن هو يعمل اللي هو عايزه. هيختار البول 2 مثلا، هنا هو هندور على البول 2 أهو، أوكي كده اختاره. هيعمل هنا at location، هنبص نلاقي إن البول ظهرت. هيتشوز اللوكيشن دي هي، خلاص كده انا اتاكدت ان اللوكيشن هتروح على الداتابيز، وبعدين هيعمل تشيك اوت عشان ياكد الطلب بتاعه. في التشيك اوت هو عنده ثلاث اختيارات، يا اما هيباي اونلاين، ودي الحقيقه الصفحه انا عاملاها بس مش مفعلاها لانها محتاجه اجراءات قانونيه كتيره، يا اما هيدوس على كاش اون ديليفري، معناه ان هو مش هيدفع فلوس غير لما يجي له الطلب بتاعه، او هيدوس على الوالت. علشان يدوس على الوالت لازم من قبلها يكون عامل دفع الفلوس. فعشان يدفع الفلوس هو مضطر ان هو يروح مكان يدفع فيه الفلوس. هيروح مكتب مثلا يدفع فيه الفلوس علشان يبقى الفلوس دي متخزنة عنده. طيب اللي هيحصل ان الشخص كل اللي هيعمله ان هو هيحط الكارت بتاعه زي ما انا حاطه كده قدام الجهاز، يقوم اوتوماتيكلي البيانات بتاعته هتظهر. هنشوف هو عايز مثلا يحط مبلغ قيمته قد ايه، ادي حط 500 جنيه وعمل تشارج. كده الشخص ده هو عمل التشارجينج بتاعه. طيب هو دلوقتي عايز بقى يكمل الاوردر بتاعه. معلش هو كان طلع بره الابليكيشن هنا هو، فهنرجع تاني هنعمل الابليكيشن اهو. هو هنا طلب الليمون لايم اهو، وعمل الطلب اللي هو 2، وعمل select للوكيشن اللي هي احنا شفناها اللي هي البول، وبعد كده هيعمل التشيك اوت. طيب ادي تشيك اوت
بطريقة الدفع اللي هي الوالت. خلاص كده اتعمل الاوردر بتاعه، هو عارف ان هو الاوردر نمبر بتاعه 5. طب لو عايزين نشوف بقى الشخص دوت عايز يتأكد من البيانات بتاعته، فهو هيعمل ايه؟ هيدوس هنا على orders. فعلا هو ادي ده الاسم، وادي ده الطلب، وادي البرايس، وادي total price. طيب بعد كده هو هنشوف الديوريشن والمينتس دلوقتي، البريبايمنت بقى. طيب هو كان دفع كام؟ كان دفع 500 جنيه، اتخصم منه 70، يبقى اللي فاضل 430. في حاجة تانية هنا، هو ان الشخص ده هو في اي وقت هو هيعدي قدام الجهاز، بمعنى ان هو داخل او خارج المدرسة او النادي، او داخل او خارج الكافيتيريا، فهو بياناته كلها هتتأيد. بمعنى ايه؟ ان هو دلوقتي معدي قدام الجهاز، فادي بالمبلغ المتبقي من الفلوس بتاعته، اهو كل البيانات اوتوماتيكلي ظهرت. في حاجة كمان، ان الشخص دهوت لما بيدخل او يخرج فهو بيتأيد دخل وخرج امتى، الى جانب ان الناس اللي هم registered بيبقى مكتوب اساميهم مين registered ومين، وكل البيانات الخاصة بأي حد. الكلام ده هو بالنسبة للجزء بتاع اليوزر. بالنسبة للجزء بتاع الأدمن اللي هو الشخص اللي بيحط المنتجات، طيب هو دلوقتي هيعمل registration، وبعدين كالعادة يعني، وبعدين هيعمل login. طيب أنا دلوقتي عايز أوريكم حاجة هنا علشان لما يجي يعمل registration، هو هيدخل بياناته وهيدخل اسم المحل اللي هو فتحه، أو اسم المنتج، مجموعة المنتجات اللي هو بيبيعها، والكاتيجوري بتاعتها. المحلات دي خاصة مثلا بأكل، أو خاصة بأكسسوريز، أو خاصة باليونيفورم بتاع المدرسة، whatever. لما بيدخل بقى هنا هو يعني علشان يحط البيانات بتاعته زي ما هنشوف، فهو بتظهر له أول حاجة الصفحة دي. ده حد اسمه سحر، عامل محل اسمه Delicious Food. فسحر عندها الأوبشن إن هي تحط products بالصفحة دي، هي هتحط بيانات البرودكت، هتحط اسم البرودكت وسعره والديسكريبشن بتاعته. الديسكريبشن بتبقى مهمة قوي عشان لما اليوزر بيعمل سيرتش بتبقى بتبان له كل الحاجات. بيحط الكاتيجوري بتاعته والكوانتيتي اللي هو حطيتها، الكوانتيتي يعني كمية المنتج عنده قد إيه، وصورة المنتج. لو هو عايز يعمل edit يعني عايز يعدل حاجة في المنتج، طيب دلوقتي سحر كانت حاطة الستروبيري كيك، حاطة التونة نودلز، حاطة الأورنج جوس. نفترض إن هي مثلا عايزة تعدل هنا هو في سعر الأورنج جوس، فهي هتغير البرايس هنا هو، وبعدين هتعمل الأبديت و البرودكت هيتغير. لو هي عايزة تدليت أي برودكت، يعني عايزة تلغي أي برودكت، فهنا هيبقى آدي المنتجات اللي هي مدخلاها، كل اللي هتعمله هتعمل تشيك مارك هنا هوت، وهتعمل ديليت. طيب سحر عايزة تشوف الأوردرز اللي جات لها، فهنا ما جالهاش أوردرز، هنشوف دلوقتي. وبما ان ما جالهاش اوردر فهنا الستوك ما تغيرش. طيب تعالوا نعمل اوردر مثلا من المنتجات بتاعت سحر علشان نشوف. هنا هي حاطه الاورنج جوس، طيب عمرو ده هو هيختار دلوقتي الاورنج جوس، هيختاره هنا. هو كان اختار الليمون لايم، طب هو دلوقتي مش عايز الليمون لايم، فهيعمل ديليت له وهيتفضل بس الاورنج جوس. ادي سيلكت اللوكيشن، نفترض مثلا هو هيختار اللوكيشن دي هي، وبعدين هنا هيعمل تشيك اوت، وادي هو بيدفع بالوالت. طيب هنا دلوقتي بقى هنرجع لسحر علشان نشوف
الاوردر جالها ازاي. فسحر هنا هو هتدخل هنشوف هنا اهو، وبعدين هنشوف الاوردر جالها ازاي. ادي ده الشخص اللي طلب الاوردر، طلبه في المكان الفلاني، وبعدين هي بقى هتحدد الاوردر ده هياخد منها وقت قد ايه. نفترض مثلا ان هي قالت هياخد منها نص ساعة، هتعمل سبميت. لما نرجع لعمر هنبقى نشوف ان هو فعلا جاله ان الاوردر هيجيله كمان نص ساعة، بس الاول نشوف الستوك بتاع سهر. طيب هي سهر كانت عاملة المحل اللي هو delicious food. طيب هي كانت مدخلة 50 الكوانتيتي من الاورنج جوس، الطلب منها واحد يبقى فاضل 49، فكده تقدر تعمل فولو اب على الستوك بتاعها. طبعا في حاجات كتير مش ظاهرة قوي في الفيديو، او في معلومات تانية ممكن اي حد عايزها يسأل عليها. ارجو ان تكون الابليكيشن عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في ابليكيشن تانية. الف شكر.